قال سعيد اللي كان عايز مسني بالمرض، المرض ديال المعدة، بشكيت عليكم أخوتي. وين دابا شوية الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحال أحسن من الحال. دابا كنشكركم على الشيء اللي درتو معايا، الله يجازيكم بخير، الله يطر خيركم، ما تخليتوش عليا، الله يرحم بها الوالدين. هادشي ما نقول لكم. بقال سمتيني عادي، سمتيني كان عايشو، سمتيني بقال سمتيني، وكان خلص الكراد الدار والمحال والمعيشة الوليدات، وحنا عايشين اللهم لك الحمد. عندك وليدات؟ الوليدات عندي ثلاثة، حنا خمسة بينا، أنا خمسة بينا. كنتمناو نترجعو، كنا نعملو غير شي سكينة والو، ما باقي ما جاوبش الله. نتمناو نترجعو. شحال وتيلا بقال في هاد الحال؟ 40 عام وشي. ومن مرتي ما بقيتيش كتقدر تمشي؟ لا ما كنقدرش نمشي، دابا بالدرا باش كنهضر. أنا اللي قابل لك المحل؟ ولدي هو اللي قابل دابا المحل. دابا ولدي هو دابا نهار الجمعه، انا نهار الاثنين ان شاء الله غادي نمشي للمدرسه، غادي نمشي النهار ان شاء الله. ايوا كنشكروا جميع المغاربه اللي تعاونوا معايا، الله يرحم بها الوالدين، من طنجة للكويره. حبيبه خويا طنجة، واسمتينا حنايا راني انا معاكم، راني معاكم 40 عام والزياده، راني نتوما خوتي وانا اخوكم. الله يرحم بها الوالدين، من طنجة للكويره، من طنجة للكويره، خوت ناس متيني وخ. ما كنشكركم في سبيل الله، الله يرحم والديكم، هادشي اللي درتو اللي عاون الناس متيني في طنجة ماديا ومعنويا، واخا في طنجة ولا خارج طنجة، الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين، هادشي ما نتمناو لكم. الواد هو اللي كان بقى في هاد البقال مليعية، بديت كنجي انا كنقابلو، اوقات الدراسة تا كنسالي، عاد كنرجع عاود تا كنفتح معاه تاني الليل عاود. ما كتلقاش الوقت لا الدراسة ولا والو، غير واحد الشاب من الحومة الله يجازيه هو اللي يعمل واحد المبادرة ونشرة وتشهرات، كنشكرو بزاف. جاو الناس تقداو وكدا، بقاو كيتسخرو مع عندنا، لأن المرض ديال الأب ديالي كيتطلب مصاريف والعلاج. ملي عمل داك السيد التدوينة، القطرة واج والناس عجباتهم كدا، وبداو كيجيو من عندنا يتسخرو. كاين اللي عاون ماديا، وكاين اللي عاون معنيا، وكاين حتى بالدعاء كيدعي معانا. نشكر جميع الناس اللي جاو عندنا وتسخروا، كنشكركم بزاف اللي تعاونوا معانا واللي دعاو معانا، كنشكركم بزاف. حتى الوالد فرح عجبو الحال من لقى الناس تعاونوا معاه كيدعيوا له بالشفاء، لقى واحد الفرحه وعجبو الحال بزاف. عليكم اولا كنشكر الطاقم ديال جريده اليوم 24 اللي جاتنا عندنا وبغات تاخذ منا تصريحات بالنسبه لهذه المبادره هذه. بالنسبه للمبادره، انا الاب ديالي جان عندي للدار، قال لي راه السي سعيد راه مريض طريح الفراش، مسكين معين بزاف، المهم خصنا نعاونوه واحد شويه، يعني كانت مساعده غير عائليه. موراها انا جاتني فكره انني نعمل واحد التدوينه ديال واحد المبادره خاصه بالناس الحي، انهم يمشيو يتقدوا عند السي سعيد في المحل ديالو، لان سعيد راه فحال بابانا، تربينا حداه، كبرنا حداه. طلبت منهم انهم يمشيو يقتنوا منه، يتسخروا من عنده، باش غير نروجوا عليه واحد شويه، باش السيد يقدر يعمل التحاليل ديالو ويقدر يسير انه العلاج ديال المرض ديالو. كانت مجرد تدوينه بسيطه، طاحت ليا فكره، نزلتها في لاباج ديال الحي الموظفين، باش اصلا اللي هو الحي هذا كيعاني واحد الركود اقتصادي بعدا هي الاولانيه، ما الكثافه السكانيه فيها ضعيفه بزاف. الحمد لله هاد المبادره لقات استحسان بالنسبه للمجتمع المدني ولا الجمعيات اللي جاوا ازروا هاد السيد هذا وعاونوه، لا ماديا ولا معنويا ولا بالسلعه، وتاخروا من عنده الحمد لله. وبالنسبه للمساعدات اللي تلقاهم السي سعيد، الان حاليا تمكن انه يمشي يكمل العلاج ديالو، السكانيرات ديالو، بحكم انه كيعاني عنده المشكل في المعده، ماشي السرطان ولكن مرض مزمن في المعده. والحمد لله هاد التجاوب اللي لقاتو هاد المبادره هادي دعمته نفسيا ومعنويا وماديا، وقدر يسير، واخا الصحه ديالو حاليا ما كتسمحلوش انه يكون يجي للمحل، ولكن الحمد لله كاين الابن ديالو اللي دابا عطله كيجي، ولكن يستأنف الدراسات ديالو.
مي غيستأنف الدراسات ديالو غادي يبقى يجي في الخمسة العشية يفتح المحل هنايا. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه رسالة لأصحاب الجمعيات ولي فلوغور ولي يوتيوبرز أن الأعمال الخيرية ما خصهاش تستغل في مآرب شخصية أو لا يطلع عدد المشاهدات. الشيء كنعرفوه الإنسان يعمل عمل خيري لوجه الله وينصرف. أنا عندنا الجار ديالنا سعيد البقال ديالنا مسكين مريض طاح واحد طيحة كوما وخوالو المحل ما عندوش باش يعمرو ومسكين مشى للإجراءات العملية وكذا. دابا حنا كنطلبوا ما مساكين هاد الحي الموظفين وخارج الساكنة الموظفين يجيو غير يعاونوه في سبيل الله ماشي من ناحية المادة. ما وقفش على المادة غير إنسان يشجعوه في التسويقة يجي يتسوق من عنده اللي كتب الله كيكاس بوطا اللي كتب الله وشجعوه مسكين والله يشافينا ويشافيه والله خرجنا من دار العيب بلا عيب. احنا في الدنيا ما عارفين شكون اللي غادي يسبق. هذا سعيد انا ملي جيت هاد الحي الموظفين دابا طالع في شي 26 سنة الراجل طيب راجل الله مسكين ترانكيل هو بوحدو خدام الراس وما عندوش اللي كيعاونو. دابا عنده واحد ولدو صغير خارج المدرسه هو اللي كيعاون باباه كيوقف معاه. دابا سمح في المدرسه كيجلس ديك زوج ساعات ثلاثه عاود كيشد عاود كيرجع. دابا نتمنوا له الشفاء يكون مع وليداتو ويوقف مع وليداتو ويعاون وليداتو وربي يعاون ويعاون الجميع ان شاء الله.